النص سيد الاستغفار. نعم. أثار الأعمال فيها سيد وفيها مسود وفيها فاضل وفيها مفضول. فالاستغفار عبادة ومن أعظم العبادات، والله أمر به، يقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وعزتي وجلالي ما استغفرني عبدي إلا غفرت له. لكن فيه سيد في الاستغفار، يعني أفضل الاستغفار، وما هو، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه شداد بن أوس رضي الله عنه وذكرته أنت بارك الله فيك. وأيضا هناك لمحة وهي فضل الاستغفار. الاستغفار الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمانين من العذاب، الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذهب بوفاته عليه الصلاة والسلام، والثاني الأمان الباقي إلى يوم القيامة وهو الاستغفار، لأن الاستغفار شعور باحتقار النفس وبحاجة النفس إلى الغفار سبحانه وتعالى، وتأتي مع الانكسار ومع التذلل ومع الرغبة فيما عند الله عز وجل. ولذا إذا رأيت الإنسان يستغفر فاعلم أنه يستمطر الرحمات من الله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم، من صفاته أنه غفور رحيم. قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا أنت استغفرت الله وهو الغفور الرحيم فإن الله يغفر لك أيها الإنسان، ولا سيما بهذه الصيغة التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تضمنت كل هذه المعاني العظيمة، تشعر أولا بعبوديتك لله: اللهم أنت ربي وأنا عبدك لا أعبد سواك، أي نعم، وأنا على عهدك ووعدك، العهد منك يا ربي، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا عهد بين العبد وبين ربه أنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، والوعد أنه سبحانه وتعالى لا يضيع عمله. قال عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، والله غني، لا يمكن أن يضيع عملك أيها الإنسان.